قال هذا التصور لحقيقة الحكم يعني في زمن عمر بن الخطاب، قال قد تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان وإن بقي في سياج الإسلام. شوف الكلام ده كيف، يعني لو ما شوية كده عثمان رضي الله عنه في الصحابة ونزلت فيه آياته كده كان كفروا لك ذاته. قال التصور بتاع الإسلام عند عمر بن الخطاب نقص، قال في زمن عثمان نقص، قال تغير شيئا ما دون شك على عهد عثمان، قال وإن بقي في سياج الإسلام. لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شيخ كبير. شوف الطعن ده كيف طعن. عشان كده الشيعة في إيران بينشروا الكتب بتاع السيد قطب، تيجي تقول لي سيد من سادات المسلمين يا عبد الحي يوسف؟ عثمان بن عفان الحسن البصري، أمشي راجع كتاب العواصم من القواصم لابن العربي المالكي الإمام، قال الحسن البصري، والكلام ده ذكره ابن تيمية وغيره، قال لك وذكر الذهبي في كتاب سيارة أعلام النبلاء وغيره من العلماء، قالوا ما كان يمر يوم في زمان عثمان رضي الله عنه إلا وينادي المنادي أن هلموا إلى أعطياتكم. يعني أنت تخيل أنت قاعد في الجامعة كده بعد شيء بتسمع زول بكورك، يا ناس هوي تعالوا شيلوا حقاتكم، بس زول برا كده يا ناس تعال، أنت سوداني جيب الرقم الوطني تجيبه ادوك مليون جنيه، في شنو يا ناس؟ في كفالة؟ لما ده غير الكفالة، فهمت؟ شغل مجية. قال حتى يأتي المنادي ويقول تعالوا وخذوا نصيبكم من المال، تعالوا وخذوا نصيبكم من السمن ومن العسل. شوف الكلام ده كيف. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد ما ينفق الصدقات اللي بيجيه في بيت مال المسلمين، بعد ما ينفقها كلها وبيت مال المسلمين ما يفضل فوقه أي حاجة، قال بعد ذاك بيصلي ركعتين في بيت مال المسلمين بعد ما وزع ورجع للناس حقهم. الكذاب المجرم الدجال سيد قطب يجي يقول عثمان بن عفان ما كان قاعد يصرف الأمور تمام، مجرم مجرم، وي زول بيدافع عنه مجرم، فهمت؟ سيد قطب ده يتكلم في الصحابي عثمان. عثمان بن عفان رضي الله عنه كان عنده غافلة جاية المدينة، زمن بتاع قحط شديد وزمن بتاع مجاعة. عثمان رضي الله عنه كان عنده غافلة بتاع التجارة، وكان رضي الله عنه من أغنى الناس، بل كان أغنى من الدولة الإسلامية ذاتها. عثمان رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يجهز جيش العسرة، عثمان بن عفان جاب 700 فرس أو جاب 700 ناقة جاهزة، بس فهمت؟ تركب عليها وتمشي تجاهد في سبيل الله، سلاحها قاعد، الزاد بتاعك قاعد، مويتك قاعدة، كله قاعد. لما نقصت تماها بالخيل 300 خيل، وجاب مال للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المال الذي أنفق في سبيل الله ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يجي سيد قطب ينبذه ويقول ده أصلا شيخ كبير ساكت، يعني ما كان بيصرف أمور الدولة الإسلامية صح. عثمان بن عفان جاءت القافلة على المدينة والناس في قحط شديد وجد، فتجار المدينة لما سمعوا بخبر الغافلة طوالي جو جارين لعثمان رضي الله عنه، جوه قالوا له يا عثمان سمعنا عندك غافلة ونحن حابين نشتريها منك. طبعا التاجر بيشتري عشان يبيع شنو؟ بزيادة ويستفيد هو. فعثمان قال لهم ها عندكم شنو؟ قالوا له بنديك بالضعف ضعفين. قال لهم في هناك من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا له خلاص ثلاث أضعاف. قال له هناك من أعطاني أكثر من ذلك. قال له أربع أضعاف. قال لهم في من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا له خمس أضعاف. قال لهم في من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا له نحن تجار المدينة ولا أكثر من ذلك. قال لهم ربنا سبحانه وتعالى قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت شنو؟ سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. لما الغافلة وصلت المدينة عثمان رضي الله عنه وزع على الناس بالمجان كله. يجي سيد قطب والبدافع عنه عبد الحي يوسف بدون ما يخجل، عبد الحي يوسف ويكتم الحق والكلام ده عارف عارف،
عارفوا انه قاعد موجود وانه بيطعن في الصحابه، عارفوا عبد الحي يوسف، لكن انسان مكر مجرم. فهمت؟ تدافع عن زول زي ده، زول زي ده، ولو انت جاء داير مناظره في انه الكلام ده صح ثابت للصحابه، تعال تعال نناقشك. طيب لغايه ما قال شنو؟ قال واخيرا ثارت الثائره على عثمان، وده العلماء ذكروه في مقتل عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه كان راخي للامه الاسلاميه، فهمت؟ وكان يعني يعطي المسلمين ويدعم المسلمين، فهمت؟ وكان امام رحيم، والبنبذ يتجاوز عنه وكذا. ها؟ حتى قال الحسن البصري وابن العربي المالكي وغير من العلماء قالوا ارزاق داره وذات بين حسن. الناس ارزاق ماشى والبين المؤمنين حسن. قال فلا يبغض مؤمن مؤمنا. لما شافوا اعداء الاسلام الكلام بالطريقه دي، طوالي قاموا افتعلوا كذب على عثمان رضي الله عنه، وقاموا جابوا كذب على عثمان رضي الله عنه، ذكروا الامام ابن العربي المالكي في كتاب العواصم من القواصم، وقاموا يدعوا عليه 17 مزله. ديل الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار، وقال لئن انا ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وارب، وقال يخرجون من الاسلام كما يخرج السهم من الربيع. فهمت؟ فديل الخوارج ديل قاموا يتجمعوا، ناس عبد الله بن سبا اليهودي وحكيم ابن جبلة، فهمت؟ وناس غير من المجرمين قاموا يجتمعوا وانتظروا لغاية ما الصحابة مشوا موسم الحج، قاموا جلي عثمان بن عفان رضي الله عنه. شوف الكلام ده كيف، جلي عثمان رضي الله عنه وقاموا قالوا له نحن عندنا مآخذ، قاموا جابوا 17 مأخذ. من ضمن الكذب اللي جابوه قالوا عثمان رضي الله عنه ضرب ابن مسعود لغاية ما فتق أمعاؤه. ها؟ والعلماء قال لهم لو فتق أمعاؤه لما عاش ابن مسعود، لو فتق أمعاؤه لما عاش، لكن ده كذب ساكت. فهمت؟ وابن مسعود رضي الله عنه كان يجل عثمان، وكان واليا على الكوفة ابن مسعود رضي الله عنه، كان إمام عثمان رضي الله عنه يقدمه، وما آذى أحدا من المسلمين. كويس؟ ولما فوقهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وأشار لعثمان بعد ما وراهم الآيات والأحاديث وكلامهم الجابوه الكذب كله، ها الجابوه رد لهم عليه، جاء عبد الرحمن بن خالد بن الوليد قال له الناس ذي الناس بتاع فتن، خليني أنا أجيبهم لك أقطع لك رقابهم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه قال له يا زول أنا عافيته. فمشوا زوروا كتاب، ديل كانوا قرابة الألفين نفر، مرقوا من المدينة، وفي واحدين قالوا الناس ترجع كيف يا ناس، قاموا زوروا كتب، وزوروا معاه الكتاب ده واحد منهم عامل فوق إنه راجع لمصر أو لمحلة معينة، وعامل فوق متخفي وبيعمل في حركات عشان يقبضوه. ولما انقبضوا لقوا كلام مزور إنه عثمان رضي الله عنه كاتب إنه أي والي من ولاة الأقاليم يمسك ناس ويكتلهم، وده عثمان رضي الله عنه ما كتب. فقاموا جو راجعين لما سمعوا أهل الفتن، جو راجعين، ولأنه دائما الفتن ما بيكون فوق حكمة ولا بيكون فوق رأي، وإنما يكون فيها الرأي للعواطف التي إذا لم تضبط بالدين صارت عواصف، زي اللي بيحصل الآن في سوريا وفي غيره. يعني واحد ممكن يفك لك كذبة الناس كلها تسمع، ها زي الكذبة بتاعت الناس اللي بيشيلوا الأعضاء دي، فهمت؟ الكذبة دي مشت في الناس طوالي، الناس مشت فوقهم وكويس ذاتها شوية كده روقت في بعض الممارسات الشينة. كان في نسوان بيقيفهم في الزلط بنات، فهمت؟ واحدة بتقيف في الزلط مما لجاء دي طلعت، طلع أي قريت زي ما بيقولوا طلع شدرته، فهمت؟ وفي هوس كثير في وحدات وإشاعة ساكت، الإشاعة دي لما تقوم الشغلة بتجوط. شوف في مصر دي كيف، في مصر الشغلانية جاطة، المشاكل مدورة، الأمن بقى ما مستتب. شوف لما تقوم مشاكل والبلد ما تكون فيها استقرار، لا بكون في أمن ولا بكون في أكل، والناس تلقاهم مارقين يقول لك الأسعار زايدة. ووك أنت لما تبرك الأسعار دي بتمشي فوق وما بتجي راجعة تحت،
2000 2000 وكم 2000 بعد 2011 اخر مظاهرات كانت كم؟ ها 14. الدولار كان اظن ب6 وماشي على 8 و9، صح ولا ما صح؟ والناس مارقين مظاهرات ويسقط يسقط، وفي النهايه لما تمرق ما بتغير حاجه، والله ما بتغير حاجه، ولا انت الراجل اللي بتغير حاجه، فهمت؟ ما بتغير حاجه، لانه في ناس راجلينك هناك الجماعه بتاعنا الكجر، لا تعلمهم نحن نعلمهم، فهمت؟ ما بتقدر، فهمت؟ واي زول معترض على كلامنا ده نحن بنفتح له فرصه للنقاش، والله مهما يكون عامل فوق ود نظيف ومجيه بندخلك هنا نمرضيك الواطه، لانه ده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول قال لك ما تمرق، عندك دليل او راي او منطق او حجه بتقول لك امرق؟ فهمت؟ فدال ده لما مرقوا الى الان الدولار ماشي 22 وماشي لفوق ما رجعت. عشان كده الحسن البصري قال لهم يا ناس السلطان الجائر نقمه الله على العباد. قال لهم لو دارين ربنا يفرج عنكم اسالوا الله وتوبوا لله، ولا تقابلوا البلاء من الله بالسيف، فان بلاء الله لا يقابل بالسيف. البلاء لا يقابل بالسيف، وانما يقابل بالندم والتوبه الاستغفار، تتوب وترجع لربنا سبحانه وتعالى، ربنا بيجعل عليك هذا السلطان رحمه. لكن لو مرقته ما بتعمل حاجه، اصل الناس المرقوا عملوا شنو؟ ما بتعمل اي حاجه، فهمت؟ فالناس اللي بيمرقوك بعد شويه الناس تلقى مظاهرات، وفي النهايه بيعملوا لك حظر بتاع تجوال، ولا بتلقى رغيف، لا بتلقى عيش، لا بتلقى دكوه، ما بتاكل. لكن الناس اللي بيحرشوا تلقاه قاعد تحت الفيسبوك، واحد تلقاه مدسي ورا الشاشه، كويس؟ واخرجوا ويوم كذا سوف نخرج وسوف نفعل، ده ما بيمرق لانه خواف جبان، تلقاه بس بيحرش في الناس، امرقوا، وهو تلقاه مرطب قاعد، وقبل ما الناس يمرق هو بكون زمان زي النمله، دس الرغيف بتاعه واللحمه بتاعته جهزها بدري، فهمت؟ لانه عارف الشغله دي بتكتب. وفي النهايه الناس ما بتمرق بحاجه، الناس كان بيكركوا حسني مبارك حسني مبارك ولابد نشيله، والاخوان المسلمين قالوا كفر، جاوم السيسي اها رايكم شنو؟ اها بتحلها كيف؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم زمان قال لك، قال لا ياتي على الناس زمان الا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ده حديث انس بن مالك في البخاري. فانت لو دار الحال تصلح ما بتمرق مظاهرات، مظاهرات ما بتحل، ما بتحل الا تتوب لربنا سبحانه وتعالى، تخلي العلمانيه وتخلي الاحزاب وتخلي الديمقراطيه وتخلي معارضه امر الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد ذاك تنصلح. لكن ما دام مباريه لي مظاهرات ونخرج، والغريبه ما بيخرجوا، انا ما اعرف ليه ما بيخرجوا. الواحد تلقاه عامل فوق بلعام ابن باعوراء، وافتكر وينبغي وانه وما بيمرق، انت ما تمرق؟ ما تمرق؟ ذاك مش الشارع، والغصر بيجي اقرب محل اقرب جامعه هذه لها جامعتكم دي للغصر، شارع واحد. شفت وان وي ذاته فيه كم اسطوب؟ اسطوبين بس، مش اسطوبين بس، امشي امرق، امشي اقلبها، تقدر تقلبها؟ زي ما واحد عمل له كاريكاتير من ناس الانتباه، قال له هذول يقلبوا شنو ديل؟ قال له الرجال مشوا الذهب، ما في هذول ديل عطاره ساكت، فهمت؟ ما بتقدر تقلب الشغله دي، فهمت؟ ولو داير امشي جرب، ذاك مش الباب فاتح امرق، لو ما فاتح احنا بنكسر لك الطبله ونقول لك اتفضل، وبنطبلها وراك عشان ما تجي راجع، مش انت مناضل؟ يا ناس ما تلعبوا علينا نحن. وشوف المشاكل دي ما بتتضرر منها الا انت. تلقى بعد شيء ناس عملوا مظاهرات في الجامعه، في الجامعه دي بس، الجامعه قفلت. يا ناس في ناس دارين يتخرجوا، وفي ناس الزول امه بتشتغل له تسالي، امه بتشتغل له شاي، وبتشتغل شغل بسيط، شغل بسيط عشان هو يتخرج وعشان هو يمرق. في ناس هو ذاته بيمشي يزرع موسم عشان يجي يقرا الجامعه. في ناس بيشتغلوا في الاجازه عشان يجي يكمل قرايته دي، انت لما انتهي تقفلها له ما ضيعته يا اخي. ما ضيعته، لكن دي الناس ماجورين. ماجورين. وفي النهايه انت اللي مرقت معاهم ديل ما حيدوك معاهم حاجه في الكيكه. باقي لك بفك عليك الكيكه دي. ياخذ احزاب منتهيه من زمان. امين الجبهجيه ديل جو الناس ديل بيقولوا وسوف نفعل وسوف نصغط وسوف 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 وسوف. وسوف. لغايه ما البلد دي اتملت نجيله وسوف، ما في اي حاجه، ما في اي حاجه، ما في تنظيم شاد حيله عنده كريعات يقدر يمرق. اخر حاجه عملها قبل ينقد الهالك الكافر داك بتاع الشيوعيين يموت، داك نقد قام معاه بتاع المؤتمر الشعبي، معاه واحده اسمها مين؟
قاموا يتلملموا قالوا دارين يمرقوا في ميدان التحرير كويس. بعد شيء كلهم واحد فوقهم ما جاء نقود قام أزين شحد له قلم شيني من بتاع مكتبة وشال له اسم شنو كرتونة واقعة في الوطأ كتب لهم حضرنا ولم نجدكم. ما بتجوا انتم بتجوا وين؟ ما بتجي فهمت؟ فده كله من الهوس واللعب. طيب نرجع للكلام ده. قال وأخيرا ثارت الثائرة على عثمان واختلط فيها الحق بالباطل والخير بالشر، ولكن لا بد لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمور بروح الإسلام أن يقرر أن تلك الثورة في عمومها كانت فورة من روح الإسلام، وذلك دون إغفال لما كان وراءها من كيد اليهودي ابن سبع عليه لعنة الله. طيب يعني الناس اللي قتلوا عثمان بن عفان ديل من روح الإسلام؟ عليك الله شوف الكلام ده كيف، ها؟ عشان تعرف إنه منهج سيد قطب والأخوان المسلمين ده المنهج المرق منه التكفير، مرق المنهج المرق منه التكفير. وأول ناس خرجوا هؤلاء الخوارج على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فهمت؟ وده هو المنهج الباطل. وأنا بستغرب حتى العلمانيين ديل بالمناسبة خوارج، العلمانيين ذاتهم هم بالمناسبة خوارج، لأن العلماء قالوا الخوارج جمعوا صفتين. الصفة الأولى أنهم يكفرون الحاكم والمحكوم بغير وجه حق، والصفة الثانية أنهم يخرجون على الحاكم بالسيف، والكلام ده ذكره العلماء في كتب العقائد موجود ومسطر. طيب لو في سؤال أو مداخلة أو نقاش فرصة مفتوحة للمداخلات.